بونسوار. نبدا جولتنا على اسواق اليوم من امريكا، حيث اعلن مسؤولين من المجلس الاحتياطي انه من الممكن رفع اسعار الفايده بحزيران، بالرغم من توقعهم انه الاقتصاد الامريكي رح يتخطى بدايه سيئه هالسنه. اذا مع زياده الغموض وعلامات التردد بمختلف قطاعات الاقتصاد، اظهر المحضر انه المسؤولين عم بياجلوا احتمال رفع اسعار الفايده الى وقت لاحق هالسنه. ومننتقل للينوفو الصيني، اكبر شركه لصناعه اجهزه الكمبيوتر الشخصيه بالعالم، اللي اعلنت عن زياده بنسبه 20% بالإيرادات للسنة بكاملة. وبالأرقام بلغت إيرادات الربع الأول 46 مليار دولار، مع مساهمة أعمال قسم الهاتف المحمول ب 9.14 مليار دولار من مجموع هالمبلغ. السبب الرئيسي لهالارتفاع بيعود لشراء لينوفو لموتورولا سنة 2014، ثالث أكبر صانع الهواتف الذكية بالعالم، وهالعملية ساهمت بتوسع لينوفو بأسواق الهواتف الذكية. ومننهي من الأردن مع مقابلة أجراها الملك عبد الله، حيث بيذكر أنه بالرغم من الاضطرابات السياسية المستمرة اللي عم بتمر فيها الشرق الأوسط، الأردن بتبقى وجهة أمينة للاستثمار فيها، وكانت دائما مستقرة مهما بلغت الأزمات. نما الاقتصاد الأردني بنسبة 3.1% ب 2014 مقارنة ب 2.8% السنة السابقة. هالتحسن مدعوم بانخفاض أسعار النفط وسياسة نقدية أكثر تساهلا. أيضا من المتوقع نمو بنسبة 4% خلال السنوات المقبلة، مع وجود احتياطات كثيرة بالبنك المركزي. هيدا كان كل شيء لليوم، بشوفكم بكره.